هذا العام الثاني اللي كنحضر فيه المهرجان الدولي للسينما غابا كوميدي. بصراحه انا فرحان بزاف انا كنشارك في المره الثانيه سواء في مهرجان بصفه عامه او خصوصا في ريزاتوري اللي كنستافدوا منهم بزاف، اللي تكونوا عندنا مع المخرجين وفنانين الكبار منهم السي مدير المهرجان شاكر اشعبال. وهذا العام كان واحد الريزاتوري المختلفين، كانوا فيه مخرجين كبار ك سي هشام العسري، عبد الواحد المجهاد، ضحى مستقيم. بصراحه استفدت بزاف خصوصا من الورشه ديال كتابه السيناريو وكذلك في التمثيل وتقنيه السينما. وحتى انا استمتعنا بالمهرجان بصفه عامه، يعني بالبروجيكسيون ديال الافلام ولا بالبروغرام ديالو، خصوصا الافلام اللي تبقى هذا العام كانوا في مستوى بزاف، خصوصا سواء الافلام الاجنبيه او العربيه، افلام طويله قصيره. بصراحه استمتعت بزاف. انا كنشكر المهرجان على هذه الفرصه اللي كيعطي للممثلين الشباب باش يندمجوا في هذا الدومين ديال السينما، وتحياتي لكم كاملين وشكرا.